عودة لكم مشاهدينا ولقاء يجمعنا بالنائب نايف المرداس مراقب مجلس الأمة الكويتي. حياك الله أبو عبد العزيز وشرفتنا في برنامج أهل الكويت. حياك الله وجزاكم الله خير على حسن الاستضافة وشاكر لكم. احنا بندردش وياك دردشة خفيفة لعل وعسى المتلقي يستفيد منها ويعرف على الأقل دور أبو عبد العزيز النائب نايف المرداس في مجلس الأمة وأيضا يتقرب من شخصيتك أكثر وأكثر. حياك الله. السلام بارك. نائب نايف المرداس مراقب مجلس الأمة الكويتي، بكالوريوس محاسبة وأيضا ماجستير في الاقتصاد الإسلامي أو الإسلامية. بسألك البكالوريوس من وين والماجستير من وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر لكم إتاحة الفرصة للقاء. بالنسبة للبكالوريوس المحاسبة من جامعة الكويت، خريج سنة 87. الماجستير كنت أثناء العمل حصلت على بعثة دراسية من وزارة الداخلية جامعة اليرموك بالاقتصاد والمصارف الإسلامية بانتظام كامل، حصلت على سنة 2003. 2003. وعمل ضابط في الداخلية طول الخدمة؟ لا، بالبداية الخدمة كنت بداية الحياة العملية كنت محاسب أول في شركة نفط الخليج اللي بالخفجي لحد سنة 91. 91 التحقت بضباط اختصاص 26/2/91 وزارة الداخلية إلى أن شاركت في انتخابات 2012. حلو، خل نروح معاك الحين إلى مجلس الأمة كونك عضو في اللجنة البرلمانية الإسكانية. دائما هموم المواطنين في شتى البلدان وهو قضية الإسكانية. ماذا قدمت اللجنة الإسكانية البرلمانية لأبناء الشعب الكويتي؟ ما هو دورها؟ قاعد نشوف معالي وزير الدولة لشؤون الأسكان والخدمات السيد ياسر أبول ما شاء الله نشط. مجلس الأمة وينه؟ عفوا، بالنسبة للجنة الإسكانية أنا شاركت في اللجنة الإسكانية ومن فضل الله يعني هي من اللجان اللي تتلامس هموم الشباب. الكل يعاني من السكن. نعم. كان في حملة ناطر بيت. أول اجتماع للجنة استدعينا الوزير وحضر أركان الوزارة، أعطانا شرح مفصل عن الخطة اللي تقوم فيها الهيئة العامة للإسكان. نعم. والأرقام وهذا، فكنا طلبنا منه أن يزودنا في جداول زمنية لتبين فترة التوزيع. نعم. وأيضا عددية لعدد القسائم التي سوف توزع في الخطة القادمة. نعم. فعلا كانت الأعداد طيبة، وآخر مشروع تم توقيعه مع في المدينة الذكية جنوب سعد العبدالله تقريبا 30,000 وحدة سكنية، هذه بالشراكة مع الوفد الكوري مع الحكومة الكورية. الحكومة الكورية هذه أول طريقة تكون ما بين الحكومتين دون وسيط داخلي، بين الحكومة الكورية دايركت على طول دايركت مع الحكومة الكويتية. فهي مدينة ذكية شاملة جميع الخدمات، راح تكون صديقة للبيئة، راح تكون نموذج إن شاء الله إذا شاف ولامست الواقع وشافوا راح يكون نموذج لتطبيق في المدن القادمة. متى نشوفه على أرض الواقع جنوب سعد العبدالله؟ هل الإجراءات الحين ما بين الحكومة الكويتية والحكومة الكورية مثل ما ذكرت دون وسيط قامت بتوقيع عقد، لكن متى المباشرة؟ والآن بدأت المباشرة من أول من توقيع العقد بدأت المباشرة، والآن تم استلام المشروع كاملا والمشروع ماشي وراح يسلم بالوقت المحدد. الآن البشرة الثانية مشروع جنوب صباح الأحمد تم توقيع العقد مع المؤسسات العالمية لإعداد التخطيط والتصميم، سوف يسلم المخططات والتصميم خلال 24 شهر. هذه المدينة اللي التصميم صباح الأحمد راح يكون في خلال 24 شهر ما شاء الله. إيه، بعد ال 24 شهر راح يكون هناك التسليم. تتراوح الوحدات السكنية ما بين 25 إلى 30,000 وحدة ما شاء الله. الآن يسعى الوزير وطلبنا منه، الآن هناك مراسلات هذه إن شاء الله تكون قرب هدية عن جهات سواء النفط أو البلدية لتسليم قرب هدية. أيضا هناك مقترح تحويل المنتزه الوطني المحاذي لقسائم أبو حليفة إلى وحدات سكنية للاستفادة أو عدد أكبر من الوحدات السكنية لخدمة المنطقة الجنوبية. حلو، خلال سنتين اللي قبل شوي ذكرت 24 شهر في صباح الأحمد،
كم وحدة سكنية بالضبط؟ ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية. والله زين، شيء حلو. فلما تحسبها مع جنوب سعد العبد الله خلال هذه الفترة، أنا أتوقع يعني خلال الأربع سنوات القادمة راح يكون التوزيع لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية. زين، كونك مراقب مجلس الأمة وعضو لجنة اللجنة البرلمانية للأسكان، كيف ترى؟ إحنا بصراحة كمتلقين قاعد نشوف نشط ما شاء الله عليه وزير الأسكان. كيف ترى كونك مراقب انت؟ لان قاعد نشوف احنا من خلال الاعلام اللي موجود انه ما شاء الله الوزير متحرك، وقاعد نشوف انجازات على ارض الواقع. والله هو انجازاته على ارض الواقع، وثاني لما فند الاستجواب كان استجواب يعني راقي من طرفين، وكان في تبيان للحقائق. الاجراءات اللي اتخذها مع الشركات، وانه وقف الشركات اللي اساءت استخدام او الصيانه او العمل اللي داخل البيوت، لكن مطلوب منه المزيد، مطلوب منه المراقبة الجادة، مطلوب منه الالتزام بالعدد بالتاريخ. أيضا هناك أنا سألته قبل أمس كم، هل هناك نقص في الميزانية؟ قال لا، المرصود لهم 4 مليار دينار كويتي. فيعني الميزانية الآن موفرة، الحكومة مقصرة، الآن باقي بس المراقبة الصحيحة والمتابعة. لا نريد أن نقع في أخطاء شرق الصليبخات، واللي عانى منها المواطن من بعض الأخطاء اللي كانت في لما سلمت المنازل، كان بعض المنازل غير صالحة للسكن، وفي صباح الأحمد بعض الأسقف وقعت على الساكنين، والله ستر يعني ما تسببت في وفيات. هذه الأخطاء لابد الآن دائما اللي يعمل لازم تحركتوا كنواب؟ نعم صار في تحقيق، وصار وبده واستعداد في علاج، يعني في علاج الحين لهذه المشكلة؟ إن شاء الله في علاج المشكلة، ولن أنا على يقين أنها لن تتكرر إن شاء الله بإذن الله. أكيد بجهودكم، بجهود وتعاون أكيد السلطتين التشريعية والتنفيذية. أنا رحت لك لجنوب سعد العبد الله، وأنت ذهبت بي إلى المنطقة العاشرة. أكيد بلا شك أنت ممثل الشعب الكويتي داخل قاعة عبد الله السالم، لكن أنت ابن الدائرة الخامسة. هموم الدائرة الخامسة في هناك، ما بين الناس تشتكي، ما بين الطرقات اللي موجودة، ما بين الزحمة اللي موجودة، ما بين حتى بعض المرفقات التعليمية أو الصحية مو موجود هناك. أنت كممثل الدائرة الخامسة على وجه التحديد، وممثل للشعب الكويتي بشكل عام، كيف ترى هموم هذه، وماذا عمل نايف المرداس لهذه المشاكل؟ بالنسبة لهموم الدائرة الخامسة، ما أخفيك يعني الهموم كبيرة، والمواطنين يعني يستحقون من يتابع هذه الهموم. وكان هناك حملات سابقة للانتخاب اللي هي وثائق وقعناها لأهالي صباح الأحمد، وملتزمون إن شاء الله أمام الأهالي بمتابعة ما جاء فيها من بنود. الآن المستوصف ولله الحمد تم تشغيله، عقد طريق صباح الأحمد اللي هو الوفرة اللي كان يسمى طريق الموت، علم بأن بمجلس 2012 يشهد الله حذرنا وزير البلدية لا تمنح الرخص إلا لما تعالج الطريق، لأن هذا الطريق وكنا على يقين أن راح تصير هناك وفيات بسبب الطريق وإساءته، ولأن هناك 60 ألف تقريبا وحدة سكنية، 6 آلاف وحدة مقاول راح يكون، 6 آلاف صاحب بيت راح تكون، وفعلا كانت هناك وفيات. المشاكل كثيرة، ولكن لا نعتقد أن سوف نستطيع حلها في يوم وليلة، لكن يشهد الله أننا متابعين لكل صغير وكبير. الآن قبل يومين رحت اتجهت للزراعة على أساس أن نحث على تشجير المنطقة. الآن في طريقة تسليم بعض المرافق اللي تخدم سكان صباح الأحمد إن شاء الله على قدم وساق في إجراءاتها. الوزارة الصحة يعني الآن الوزير تعاون معنا، وجهنا بمجموعة من الشباب اللي يقومون يمثلون صباح الأحمد، واجتمعوا مع هذا. كان هناك نقص فقط في الدرجات، وراح نغطي أنها تكون المستشفى المستوصفة 24 ساعة. يعني وصلتوا إلى مع ممثلين أهل منطقة صباح الأحمد مع الوزير؟ مع الوزير مباشرة، وهناك الآن حتى مع الأشخاص يكون هناك تواصل هاتفي معهم، لأن بالعكس هذا الفريق حلو. يساعد النائب لإيصال أي خطأ أو خلل في المنطقة. حلو. الآن عندنا مشكلة التعليم، أنا تقدمت ولله الحمد في اقتراح فتح معهد ديني للبنات، وجامعة وتربية أساسية، ولله الحمد عرض على اللجنة التعليمية، ومشكورين الإخوان تم الموافقة عليه. تم الموافقة عليه يعني على إن شاء الله بإذن الله راح يكون معهد ديني مخصص لهالمنطقة العاشرة إن شاء الله، مخصص للبنات، لأنه موجود للبنين. نعم. بس البنات. حلو. الآن المعهد الديني للبنين عايل للسقوط صراحة، وهناك أكثر من مكان بديل، لكن أنا من هذا المنبر أحذر
وزارة التربية أن تتعرض لهذا المرفق وأن تبعده إلى صباح الأحمد. هناك بدائل سواء ثانوية النصر موجودة في أماكن في المنقف، في أرض البلدية موجودة مخصصة للتربية. قبل أمس راجعنا وزارة فرع الأحمدي البلدية قال إحنا الأرض موجودة وجاهزة، بس نبي مقاول رسمي من وزارة التربية يأتي على أساس نعطيه تسليم الحدود. الكتاب موجود والخريطة موجودة. صورة من الكتاب يعتقد موجودة، هذا كتاب من 2015 لكن في أنا أحمل تأخير وزارة التربية اللي ما استلمت الموقع. هذا الكتاب الحين من 2015 مبنى المعهد الديني البنيين آيل للسقوط. آيل للسقوط أبلغت وزارة التربية عنده خبر، والآن في ثلاث بدائل، ولكن احنا نحث على البديل اللي هو جنوب الصباحية يكون أقرب للأهالي وأقرب للطلبة إن شاء الله، لأنهم حاطين واحد من الخيارات صباح الأحمد. صباح الأحمد لن تخدم، الطريق خطر، المكان بعيد، فلذلك يعني إذا كان هناك بديل راح يكون مدينة ثانوية النصر. هذا المبنى، الأرض اللي في المنقف اللي مخصصة للمعهد الديني، أنا أعتبر هذا تقاعس من وزارة التربية اللي 2015 لم تستلم هذا الموقع، علم بين هذا الكتاب اللي أنت اللي عرضناه قبل شوي من 2015. البلدية راجعته وديا قبل أمس وقالوا إحنا مستعدين يجي أي واحد رسمي من هذا نسلم الحدود، الموقع يكون بعهدة التربية إن شاء الله. هذا الموقع إن شاء الله يكون هناك في ردود سريعة، وإحنا على يقين أن وزارة التربية بلا شك تخدم أبنائها وأيضا أهلها في المنطقة العسرة. لكن قبل قليل ذكرت أن مستوصف شغال الحين في صباح الأحمد. نعم، بس أعتقد مو 24 ساعة. لا نحاول، لأن الآن تعرف السكن وبعد الطريق، يعني نحاول قدر المستطاع أن يكون حتى التخصص راح يفتح. هناك محاولات جادة على أساس إضافة عدد الدكاترة. نعم. إيه. بالنسبة للمنطقة الآن رسي على الشركة الجديدة الطريق ولله الحمد، راح ينجز بنفس المدة اللي كانت على العقد القديم. نعم. أنا ما أخفيك أن الآن أهالي مدينة صباح الأحمد يعانون، يعني حتى الآن المشكلة المنطقة نائية ولا يأخذون بدل المناطق نائية. ليش؟ الناس من مدينة كبروا. نعم. باسم كلمة مدينة لم يأخذ ميزة المناطق النائية. نعم. لذلك يعني هذا العائق يجب أن نعالجه بحيث أن يكون هناك حتى يكون المدينة جاذبة حتى العمالة سواء الدكاترة. حلو. المدرسين. حلو. ماذا قدم نايف المرداس ما بين المشكلة اللي صايرة أو في قرار أعتقد موجود ما بين منطقة الصباحية وأبو حليفة على سنة التبادل مدة معينة أو مبلغ معين، قدمت شيء؟ نعم. حليت شيء حق أبناء منطقتك ولا؟ جزاك الله خير. هذا المنطقة اللي تكلم عنها منطقة أبو حليفة ومنطقة الصباحية. نعم. هذه مناطق نموذجية وجاهزة للأسف، يعني اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء أقرت أن يكون قيمة الأرض 15,000 وأن لا يكون هناك تبادل أو تنازل إلا بعد مرور 10 سنوات. نعم. وهذا مخالف للدستور، أن المواطنين سواسية. أنت الآن أنا من سكان المنقف، موقع قسيمتي ومنطقتي يمكن أفضل من أبو حليفة لأنه مباشرة على البحر. حلو. قيمة القسيمة 5,000 ولم يلزموني بشرط 10 سنوات التبادل. نعم. هذا فيه تمايز. قدمت اقتراح مقترح لأن ترجع القسيمة 5,000 قيمة الأرض والتبادل حر، لأن الآن أنت الآن في بعض الناس يبي يلم الشمل. بلا شك. طيب طلع له في أبو حليفة وحلى مثل في الجهرة بيبدل، يعني شو اللي تمنعه؟ وشنو الهدف أصلا من قرار أن 10 سنوات لا تبدل 15؟ ومشكلة نجات في وقت قلاء المواد البناء، وطبعا هذا كلهم ناس على الراتب، يعني إذا تيجي تأخذ من قيمة 70,000 15,000 إيش بقى له قاعد يبني؟ إحنا نقول باسم المنطقة العاشرة نقول نشكرك على هذا الاقتراح وإن شاء الله يعني يتم فيه لكي يصب المصلحة. والله إن شاء الله راح ينفذ بإذن الله، وأنا متوقع حتى الزملاء في المجلس والزملاء في الدائرة ما راح يقصروا في دعم هذا المقترح، وبإذن الله أنه يرى النور عن قريب. والله إحنا كمواطنين متفائلين فيكم، في أنت وإخوانك جميعا بلا استثناء. نعم. في السلطة التشريعية، وأكيد السلطة التنفيذية هي تزرع دائما التعاون ما بين السلطتين لخدمة الوطن والمواطن. نروح شوي بعيد عن تخصصك في الماجستير والاقتصاد الإسلامي، كيف ترى يعني نزوح أو ذهاب البنوك إلى البنوك العالمية إلى الاقتصاد من ناحية الجانب الإسلامي؟ قاعد نشوف في توجه في اتخاذ مسلك آخر غير عن السابق. بالنسبة للاقتصاد الإسلامي أو البنوك الإسلامية بالأحرى، يعني هي صمام أمان في اقتصاد الدول، يعني لأنها المخاطرة تعتبر تقريبا 0%، لأن متبعة حسب
ضوابط شرعية. وخير دليل الأزمة الاقتصادية اللي عصفت في العالم لم تهتز البنوك الإسلامية، لأن البنوك الإسلامية لا تتعامل في المغامرة، وعلم بأن هذه البنوك الآن وهي على وضعها الطبيعي ووضعها الأمان ترى هي انحرفت قليلا عن وضعها الحقيقي اللي يفترض أنها تكون في المضاربة والمشاركة في المشاريع. نعم. سواء الزراعية والتجارية، ولكن أخذت مجال اللي هو التورق وهو أقل مخاطرة. نعم. هو أقل مخاطرة وأسهل للبنوك الإسلامية، ولكن لو كانت البنوك الإسلامية حقيقة نفذت ما أنشئت من أجله اللي هو دعم المشاريع والدخول في المضاربة مع العميل، لا انتعش حتى الاقتصاد داخل البلد. ولكن بالمقابل نقول الآن حتى البنوك التقليدية في الكويت مثلا اتجهت الآن ووضعت أفرع لها داخل نفس البنك إلى جزء إسلامي. نعم. هذا نعول عليه يعني الوعي والديني داخل المجتمع الكويتي، ولله الحمد المحافظ لجوهم إلى القروض التورق بعيدا عن القروض التقليدية التي نهى عنها الدين الإسلامي. لذلك الآن نواجه يعني في ألمانيا، في بعض الدول الأوروبية تتجه إلى التجربة الإسلامية. نعم. وهذا دليل يعني على أن المسلم يفتخر في دينه. بلا شك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك، يعني لم يترك شاردة واردة صلى الله عليه وسلم إلا أبلغنا عنها. بلا شك. لذلك يعني من تعلق في غير الإسلام شوف صار فيهم. احنا نقول عسى الله يحفظ هالديرة وعسى الله يديم نعمة الأمن والأمان. آمين. ونعمة الإسلام على هذا البلد. آمين. آمين. بلدنا الجميل. أكيد النائب نايف المرداس، نبي نروح شوي مثل ما قالوا السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، بنروح شوي عن هذه العملة نهائيا بنضبطها. نايف المرداس كمواطن كويتي، أنت شغلك من المجلس من الصبح ليه بالليل، أضف إلى ذلك أكيد لك ناس تمرهم وتروحهم، وأيضا المتابعة بعض الأمور المختصة في الدولة، اتصالات مع وزراء، وأيضا أسرتك لها من وقتك شيء أم لا؟ والله الله يجزاك خير، يمكن يشاهدوني الحين، ولو بقول ان لهم وقت واجد يمكن، لكن والله يتحملون الكثير. يعني انا في المجلس 2012 يشهد الله، يعني عندي ولدي الصغير محمد يمكن باسبوع اشوفه مره، وحتى لما يشوفني يحسبني مسافر، يعني اعتقد اني مسافر لاني اطلع بدري الصبح، كان وقتها مثل مو هذا، وارجع اخر الليل نايم. نعم. لذلك يعني لكن هي ضريبه يعني صراحه، ولكن الواحد ما دام انه يحتسب الاجر في كل العمل اللي يقوم أكيد. فيه لا بد، ولكن الحمد لله لها المتعاونين معي وعارفين الوضع اللي أنا فيه. لذلك خش صورة هذه تشوفها معي أبو، هذه عبد العزيز ولا تخرج ولدي عبد العزيز أمريكا الله يحفظه. إيش كان يدرس هناك؟ هندسة كهرباء. بس والله أبو عبد العزيز ما شاء الله كجول يعني. الله كريم. بروح الجلسة الجاية بداوم. الله يحفظه. وهذه الصورة أبو عبد العزيز، هذه ما شاء الله عليكم، انت جبت الصور لازم يوم زواج عبد العزيز، هذا اللي الاوسط محمد والسايق عبد الله. الله يحفظهم. آمين. ان شاء الله. من اقرب واحد للنائب الى قلبك؟ كلهم الولد. بلا شك كلهم، لكن الصغير هذا اللي قبل شوي شفته الصغير هذا الحفيد، هذا محمد، هذا محمد الحفيد الصغير. هذا السمي لازم دائما يكون مختلف، انا محمد وهو محمد. الله يرحم والديك. الله يسلمك. يعني دائما ما بين شغل مجلس الامه وايضا تحمل مسؤوليه أمة مثل كونك تمثل الأمة الكويتية داخل قاعة عبد الله السالم، وما بين شغلك وانشغالك في اللجان البرلمانية، تخصص وقت لأبنائك وتقعد معاهم تحاول؟ والله ما أخفيك يعني قدر المستطاع، لأن الآن تخرج مرات الجلسات وفي الارتباط الاجتماعي ما بين المغرب والعشاء مثل الأفراح والزيارة الديوانية، لذلك إذا ما كانت تلزم نفسك في وقت يعني ولا يمشي يسرق كل وقت ما أعطيتهم شيء. لذلك لابد يعني الواحد يعني حتى مرات أنا أضطر يعني والله أني أطلعهم المدرسة على أساس أني أعطيهم حس أني ما قطعت عنهم. أسأل الله يقويك. لذلك الواحد مهما كان يحاول يسدد ويقارب، ولكن الحمد لله هم متفاهمين الوضع وعارفين، وان شاء الله انهم مقدرين. احنا نقول عسى الله يحفظ عيالك واسرتك. آمين. وكل اهل الكويت ان شاء الله مسؤوليتك هذه تكفي، وهم على درايه كامله بان كل نائب يتحمل مسؤوليه شعب كامل للتقديم لما هو اصلح لهذه الامه. كلمه اخيره النائب نايف المرداس، ماذا تقول لمشاهدين ليالي الكويت؟ اول في البدايه قبل اختم انا اشكركم على تحت الفرصه، وانا اوجه رساله للسلطتين صراحه التشريعيه و التنفيذية. احنا مقبلين على ايام فضيلة، ايام رمضان، والشعب يعني
يتمنى أن يشاهد إنجاز قبل انتهاء دور الإنعقاد. والشعب لما شارك واتجه إلى الانتخابات كان يطمح أن يكون هناك شيء ملموس. وأنا أدعو الزملاء من السلطتين ترك كل الخلافات والتنابض داخل قاعدة عبد الله السالم والتفرغ للتشريع والمراقبة، بحيث أن يكون هدفنا تحقيق أولا ما يصبو إليه صاحب السمو، أن تكون الكويت مركز مالي، وهو الآن هو الله يطول عمره هو قائد الإنسانية. لذلك يجب أن تتوافر هذه الجهود حتى يلمس المواطن كل ما هو جميل في هذا البلد، وأن نرجع الكويت إلى ما كانت إليه درة الخليج. وأنا صراحة أستألم ما أشوف الكويت تنخفض في مستوى التعليم في مستوى الاقتصاد. لذلك مطلوب منا جهد أكبر لتحقيق أمنيات الشعب لما يطمح إليه. وأيضا أبارك للجميع إن شاء الله قرب إن شاء الله شهر رمضان المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر ويعين وياكم على صيامه وقيامه على الوجه اللي يرضيه عنه. جزاك الله ألف خير. طبعا لن تنخفض المستويات التعليمية أو الثقافية أو الرياضية في الكويت بجهودك وجهود زملائنا أكيد، أو زملائكم في السلطة التشريعية والتنفيذية، وأيضا بوجود والدنا وقائدنا حضرة سيدي صاحب السمو صلى الله عليه وسلم. كل الشكر لك النائب نايف المرداس على تواجدك معنا وشرفتنا. الله يجزاك خير. مشكورين. مشاهدينا ننتقل الآن إلى تقرير جميل ومقطع جميل. اليوم دخل الفنان الكبير والعملاق عبد الحسين عبد الرضا استوديو الإذاعة لتسجيل مسلسل الإذاعي الذي سيذاع في دورة شهر رمضان الإذاعية على البرنامج العام الساعة 6:00 مساء قبل المغرب. كاميرا ليالي الكويت زارت الاستوديو، خلينا نشوف شنو التغطية الموجودة هناك. وراجع لكم في أحلى الليالي دائما ليالي الكويت.